بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلبة والطالبات طلاب الثانوية العامة، النهاردة إن شاء الله هنراجع الخمس وحدات الأول من المنهج يونت 1 إلى يونت 5. هتشمل إن شاء الله المراجعة الكلمات الهامة والجرامر وأهم الجمل الموجودة في كل وحدة، ولابد إن احنا نركز على الجمل كويس لأن الامتحان ما بخرجش من هذه الجمل. لو جينا نبدأ بيونت 1، عايزين نعرف نركز كويس جدا على الكلمات والمعاني عشان سؤال التشويس اللي بيجينا في الامتحان. repeat after me. average. average يعني متوسط، وطبعا بيجي معاها حرف الجر of. average of. believer جاي من الverb believe يعني يؤمن. believer يعني مؤمن، بيجي معاها حرف الجر in. believer in. disability. disability يعني عجز او اعاقة. disabled. disabled يعني معاق. district المنطقة. district يعني منطقة. في عندنا كلمة اسمها distract اللي هو تشويش، ولكن district بالآي اللي هي منطقة. establish معناها ينشئ أو يجعل له مكانة أو يؤسس. establish. insist يعني يصر، وبيجي معاها حرف الجر on. insist on. insist on. law اللي هو القانون. midday يعني منتصف النهار. midnight يعني منتصف الليل. modern يعني حديث. poetry اللي هو الشعر. أمال كلمة النثر اللي هي prose. prose جامد زي كلمة rose اللي هو اللون الوردي. r-o-s-e prose اللي هو النثر. publish يعني نشرة. publisher اللي هو الناشر، وتشمل سواء الشخص او المؤسسة، يعني ممكن نقول المؤسسة نفسها publisher والشخص نفسه publisher. routine اللي هو الروتين اللي هو الشيء we do every day يعني حاجة بنعملها كل يوم. في عندنا حاجة اسمها red tape ده الروتين الحكومي. secretarial. secretarial اللي هو سكرتيري يعني خاص بأعمال السكرتارية. style يعني أسلوب. style اللي هو أسلوب. confused. confused يعني مشوش أو مرتبك. collection. collection يعني مجموعة. custom يعني عادة، وتجمع customs عادات يعني حط لها اس الجمع، يبقى تنفع مفرد وجمع. old fashioned اللي هو الطراز القديم أو قديم الطراز أو موضة قديمة، عكسها ايه؟ fashionable عكس كلمة old fashioned. fashionable يعني عن موضة. pioneer يعني رائد. pioneer يعني رائد. believe اللي هو الإيمان. believe in الله يعني إيمانه بالله. confusion. confusion اللي هو ارتباك. fashionable على الموضة. attachments يعني مرفقات. confuse يعني يتحير أو يربك. attachment مرفق. secretary سكرتاري. insistent. insistent يعني ملح أو مصر. district يعني منطقة. lawyer اللي هو المحامي. writer يعني كاتب. pioneering يعني ريادي، دور ريادي. في جمل عندنا لابد ان احنا ناخد بالنا منها ممكن تجينا في الامتحان، ودي من جمل الكتاب. What's the opposite of old fashioned؟ طبعا old fashioned عكسها modern او fashionable. early black and white photos show people in old fashioned يعني الصور الابيض واسود دي الموضة القديمة. my sister loves clothes and buys very fashionable dresses اختي بتحب الملابس وبتشتري على او بترتدي على الموضة. midday قلنا اللي هو منتصف النهار is 12 o'clock in this day. What is 12 o'clock at night؟ طبعا الساعة 12 في منتصف الليل دي اللي هي midnight، أما 12 o'clock in the day نفسه في اليوم ده اللي هو midday. The sun is at its strongest at midday. The sun is at its strongest at midday. يعني الشمس بتبلغ
أقصى ذروتها في منتصف النهار. I don't really have a routine during the holidays. طبعا ما بلتزمش بروتين معين في فترة الأجازات. My friend won a prize in a poetry competition. Won a prize يبقى كلمة prize بيجي معاها الverb won يعني يفوز بجائزة. The noun is an attachment. What is the verb؟ طبعا الverb منه attach يرفق. I sent an email with two attachments. يعني أرسلت إيميل ومعاه اتنين من المرفقات. They were photos of my friends. The person is a publisher. الشخص ده ناشر. What's the verb اللي هو publish? A publisher is someone who produces books, newspapers or magazines. The author's books are very successful, so I think that he will easily find a publisher for his next book. قلنا publisher ممكن هنا كمعنى person or the place itself. I really enjoy this book. It's written in a very simple style. Style قلنا اللي هو اسلوب. يحيى حقي came from a lie from a poor district of Cairo. يحيى حقي came from a poor district of Cairo. يعني جاي من حي أو من منطقة في القاهرة. My brother wants to be a lawyer when he graduates. أخوي عايز يبقى المحامي لما يتخرج. So he is studying law at university. عشان كده هو بيدرس القانون. His first job was as a lawyer. يعني وظيفته الأولى lawyer محامي. مجدي يعقوب was one of the first heart transport pioneers. يعني رائد من رواد زراعة القلب. In my grandfather's village, في قرية والدي أو جدي, they still follow the same traditional customs. بيتبعوا نفس عادات أو العادات التقليدية that he used to follow when he was a boy. Ali's cousin is disabled, يعني معاق, and cannot walk very well. Although Nawal has a disability, يعني عندها إعاقة, disability الإعاقة. She is very good at sports. My parents gave me a collection of modern short stories for my birthday. قلنا collection يعني مجموعة. يحيى حقي was an important 20th century writer, يعني كاتب القرن العشرين. My mother has a belief that children learn best by playing games. طبعا believe قلنا إيمان أو اعتقاد. The adjective is confused. What's the verb confused? طبعا الverb يحير. What's the noun confusion? والنون منها اللي هو الارتباك أو الحيرة confusion. The noun is secretary. يا secretary. What's the adjective secretarial? يعني أعمال secretarial. For example, a secretarial work. يعني عمل secretary. The verb is insistent. The verb is insist. What's the adjective insistent اللي هو مصر أو ملح. طبعا عندنا make و do طبعا دي بتمثل لنا مشكلة, ولكن الاكسبريشنز بتاعتهم لابد ان احنا دايما نحفظها. The computer made a noise. يبقى made a noise. My uncle is making a new table. Make a table يعني يصنع منظرة. He's going to make a speech يعني يلقي محاضرة. Have you made any arrangements for the holidays? Make arrangements يعني يعمل ترتيبات. You have made two mistakes. Make mistakes يعني ارتكب أخطاء. لكن بالنسبة لدو, do homework, do well, do survey, do the washing up يعني يغسل الأطباق, did well or do good or a good job. Ali did a good job when he made that new table. بالنسبة للجرامر اللي معانا طبعا unit 1 بتراجع past simple. هنراجع بسرعة. معروف ان الماضي البسيط هو التصريف الثاني للفعل. احنا عارفين دايما go, went, gone, see, saw, seen, eat, at. فطبعا number 2 دايما في اي verb ده بالنسبة لنا بيمثل past simple. طبعا عبارة عن التصريف الثاني للفعل. He met his friend yesterday يعني قابل, جاء من الverb meet فالpast منه met. طبعا ينفع ب didn't plus infinitive. وبالنسبة للباسيف منه wasn't or weren't plus الvb. He didn't meet his friends yesterday. He wasn't in Cairo yesterday. طبعا verb to be يعتبر اللي هو was aware ده ماضي بسيط, ولكنه ايه
ولكنه فعل مساعد. بالنسبة للاستفهام السؤال منه بنسأل بديت did you meet the manager. بالنسبة لتكوين السؤال لو أنا عندي فعل في الماضي بنحط أداة الاستفهام وبعدين بنجيب الverb الفعل المساعد did والفعل والإنفينيتيف ونكمل الجملة. دايما did بنجيب معاها مصدر الفعل. بالنسبة للباسيف طبعا الفعل was where plus ال be. طبعا بيعبر عن حدث وقع في الماضي وليس له أثر في الحاضر. بالنسبة لused to عندنا ثلاث أشكال لused to. إذا كان الفاعل عاقل نبدأ بغير العاقل أول. إذا كان الفاعل غير عاقل هيجيب وراها am is are used to plus infinitive. A knife is used to cut meat. Scissors are used to cut clothes. فطبعا هنا الفعل غير عاقل معناها تستخدم فيه. أما لو الفاعل بتاع الجملة عاقل فعندنا شكلين. لو أنا عندي الفاعل زي جملة فاعل عاقل used to infinitive ومعناها اعتاد عمل شيء في الماضي والإقلاع عنه في الحاضر. معناها no longer or no or anymore. يعني ما عادش بيعمل الشيء ده. وطبعا no longer or anymore أو now لو جت مع used to فطبعا بنجيب الفعل في المضارع لأنه لم يعد يفعل في الحاضر. عكسها طبعا أو بتتنفى ب didn't used to كأنها فعل في الماضي لأنها أصلا بتعبر عن فعل في الماضي وتنفى ب didn't used to plus infinitive. طبعا عندنا did والفعل وused to plus infinitive. اما لو الفعل غير عاقل زي ما احنا قلنا used to plus infinitive او used for plus verb plus ing. For example he used to be polite but now he isn't. Be polite. He used to play chess but now he doesn't. لان انا هنا بنفي الverb اللي هو مين play. He used to play chess but now he doesn't. ولكن قلت he used to be for example he used to be nervous but now he isn't. They used to be nervous but now they aren't. يبقى انا بنفي مين الverb اللي هو بيجي بعد used to في صيغة المضارع منه. بالنسبة للكلمات الدالة في عندنا برضو في عندنا حالة بس مش مكتوبة معانا اللي هي أو موجودة معانا هيتي. لاحظ الفرق عادة ما زالت مستمرة حتى الآن. أم إز لو عندي الفعل عاقل أم إز أر يوزد تو بلس فيرب بلس أي إن جي علي إز يوزد تو بلاينج تشيس يعني متعود يلعب. يبقى هنا أم إز أر يوزد تو بيجي معاه الفيرب في أي إن جي معناه معتاد على أو مألوف لديه. بالنسبة للكلمات الدالة على الماضي أول كلمة عندنا yesterday لما بشوف حرف الفعل الماضي. Last week ago how long ago in the السنة الماضية once in the past just now the other day. لاحظ ان عندنا كلمة always و usually و often sometimes ممكن تعبر عن عادة في الماضي ولكن يشترط ان يكون عنده جملة when I was. When I was young I always played chess. When I was 11, I sometimes rode bikes. أحيانا ما كنت بركب الدراجة. يبقى عادة في الماضي مع كلمات الماضي مع كلمات المضارع البسيط ولكن يشترط وجود جملة بتدل على الماضي when I was. في عندنا برضو الماضي المستمر was where plus verb plus ing. Yesterday evening يبقى yesterday إذا جه معاها مدة زمنية مدة زمنية يعني ممكن تبقى ساعة وممكن تبقى فترة من فترات اليوم بيبقى ماضي مستمر اللي هو was أو where زائد الverb زائد ing. وفي حالة بناء الماضي المستمر للمجهول بنجيب المفعول غير العاقل وبعدين was where being will be be. Yesterday evening I was watching an exciting film. الكلمات اللي ممكن اشوفها في الجملة وبيجي معاها ماضي مستمر while as just as when. طبعا ماضي مستمر ماضي بسيط وممكن يجي وراها ماضي مستمر ماضي مستمر لو حدثين بيحدثوا في نفس الوقت في الماضي. ممكن عندنا when ماضي بسيط ماضي مستمر. اما while بدون فعل لو ما جاش وراها فعل بنجيب وراها الverb في ing. اما during بنجيب وراها النون الاسم. While I was watching the film I fell asleep. While watching the film I fell asleep. During the film I fell asleep. بالنسبة لعندنا ماضي بسيط because ماضي مستمر يبقى because بتعادل while. Because بتعادل while.
ولكن بيكوز لها أشكال جديدة كتيرة ولكن تبع المعنى بتاع الجملة. وفي وين ماضي بسيط ماضي مستمر أو ماضي بسيط ماضي بسيط. إمتى وين يبقى ماضي بسيط ماضي بسيط؟ يعني الزمنين في الماضي البسيط إذا كان فعل الجملة was or were. إذا كان الفعل الجملة بتاع when was or were. When I was young I played chess. When I was 11 I smoked cigarettes. And I didn't smoke cigarettes for example and so on. يبقى امتى وين يبقى ماضي بسيط ماضي بسيط حدثين قصيرين في الماضي او when I was when I was when I was يبقى هنا ماضي بسيط ماضي بسيط. اما when I was اما when I when I came back home I was when I played football they were helping me for example or they were passing the goal for me. طبعا ماضي بسيط ماضي مستمر. They were or they or he was They were playing football when he fell down. They were playing football. هم كانوا بيلعبوا when he fell down لما هو سقط. فطبعا هنا ماضي بسيط وماضي ايه مستمر. ويمكن استخدام هذه التركيبة بدلا من when on بيجي وراها الفيرب فيه ing والجملة التانية. يبقى عندنا ثلاثة بيجي معاهم الوقت الفيرب فيه ing اللي هي while بيجي وراها الفيرب في ing اذا ما كانش عندي فاعل وفي عندنا on بيجي وراها الفيرب في ing اذا ما كانش عندي مين فاعل. اما during بيجي وراها الناون اللي هو الاسم. بالنسبه للباست بيرفكت اللي هو had بلس البي بي اور هاد بين اللي هو المبني للمجهول منه بلس البي بي طبعا بيعبر عن حدث وقع وانتهى في الماضي قبل وقوع حدث اخر في الماضي. طب نيجي نصنفهم الى مجموعات. عندنا after و as soon as و because بيجي وراهم ماضي تام وماضي بسيط وممكن يكون معاهم when. يعني ممكن when بتيجي مع المجموعتين after as soon as because ماضي تام ماضي بسيط. ممكن after لو مفيش فاعل بيجي وراها الفيرب في ing وبعدين الجملة التانية ماضي بسيط. بالنسبة ل having بيجي وراها ال BB اللي هو التصريف التالي having done my homework. having done يعني مجرد ما خلصت ال homework I slept يعني أنا نمت. أما بالنسبة ل before by the time when بيجي معاهم ماضي بسيط ماضي تام. before sleep before لو مفيش فاعل بتجيب وراها الفيرب في ing والجمله الثانيه بتبقى ماضي تام. في ملحوظه لابد ان ناخد بالي منها جد كويس جدا. احنا اتفقنا ان after و as soon as و because ماضي تام ماضي بسيط. طب لو انا اصلا جاب لي في التشويس كده في الامتحان وجاب لي after وبعدين جاب لي الجمله الثانيه ماضي بسيط وقال لي اختار الجمله الماضي التام وانا ما لقيتش عندي في التشويس ماضي تام يبقى اختار مين؟ اختار ماضي ايه؟ اختار ماضي بسيط. تاني لو عندي after و as soon as و when و because ما جيش وراهم قال لي في التشويس في الامتحان ما لقيتش الماضي التام يبقى الماضي البسيط لان عندنا الروابط عموما ماضي الرابط ماضي ماضي. انا ما لقيتش الماضي التام هيحل محله الماضي الايه البسيط. ولكن انا في المقام الاول بالنسبه ل after و as soon as و because بدور على الماضي التام وراهم وبعدين الماضي البسيط. بس في حاله عدم وجود ماضي تام يبقى ايه؟ يبقى هنختار الماضي البسيط. before و by the time when وراهم دايما الماضي البسيط وبعدين الجمله الثانيه ماضي تام. برضو لو ما لقيتش الماضي التام يبقى هستخدم الماضي البسيط. لكن مثلا لو انا عندي after و as soon as و when و because او as soon as وما لقيتش مثلا وجاب لي الجمله الاولانيه او after وجاب لي الجمله الاولانيه الجمله اللي وراها مباشره ماضي بسيط وقال لي اختار الجمله الثانيه اللي هي الجمله المفروض هختار الماضي البسيط. طب انا ما لقيتش بقى جاب لي ماضي بسيط وجاب لي ماضي تام في الجمله الثانيه يبقى انا هختار جمله الماضي البسيط ما اختارش جمله الماضي التام لان افتر بتتبع بماضي تام وبعدين ماضي بسيط او ماضي بسيط ماضي بسيط ماضي بسيط ماضي بسيط لكن افتر لا تتبع بماضي بسيط وماضي تام. فاهمين دي كويس جدا؟ يبقى نركز عليهم في الامتحان. after as soon as when because ماضي تام ماضي بسيط او ماضي بسيط ماضي بسيط في حاله عدم وجود الماضي البسيط في الماضي التام في الاختيار. ولكن ما ينفعش اختار after و as soon as و because اختار ماضي بسيط وارجع الجمله الثانيه اجيب لهم ماضي تام. لا لابد الجمله الثانيه تبقى ماضي بسيط.
خلاص يبقى ناخد بالنا من التركيبة دي ونركز عليها. يبقى after as soon as because ماضي تام ماضي بسيط. طب لو ما لقيتش الماضي التام يبقى اختار الماضي البسيط. يبقى ماضي بسيط ماضي بسيط، لكن ما ينفعش ماضي بسيط ماضي تام. خلاص ماضي تام ماضي بسيط. بالنسبة لتل وانتل بتطبع بماضي تام وام لهم ماضي بسيط منفي، وناخد بالنا منها ممكن يجي لي الجملة مبنية للمجهول. يعني for example the computer wasn't used until the manager had arrived. ما جابليش بقى ماضي بسيط didn't، لا قال لي wasn't used. يبقى معنى كده ناخد بالنا ان قبلها ماضي بسيط وبعدين الماضي التام، بس ممكن الماضي البسيط يبقى ماضي بسيط مبني للمجهول اللي هو wasn't or weren't plus البي بي. ممكن ما يبقاش الماضي البسيط wasn't or weren't، ممكن ما يبقاش didn't، ممكن يبقى ايه؟ يبقى wouldn't plus infinitive، ممكن تبقى محل الماضي البسيط المنفي. يبقى تل وانتل ماضي تام وقبلهم ماضي بسيط منفي، او ممكن يبقى الماضي البسيط اللي هو didn't plus infinitive او wasn't weren't plus البي بي في حاله ان الجمله تكون مبنيه للمجهول، او ممكن يبقى عندي wouldn't او ايه او couldn't plus infinitive. في عندنا it was only when و it wasn't until، بيجي معاهم ماضي تام وبعدين that وبعدين الماضي البسيط. بالنسبه للفاعل hardly و scarcely و no sooner بتعامل في الجملة لو جم في نص الجملة كأنهم أدوات نفي، يعني هم بالظبط لأنهم أصلا نفي، فبتحطوا زي ما كأن بحط نط في الجملة، الفاعل وهاد وهارد سكارسل النو سونر والبيبي، بس هاردلي وسكارسلي بيقابلهم وين في الجملة قبل جملة الماضي البسيط، أما نو سونر بيقابلهم زاد. لو جم في بداية الجملة كأنهم أدوات استفهام، يعني إيه أدوات استفهام؟ يعني فعل مساعد فاعل الفعل اللي هو التصريف التالت. Hardly, scarcely, no sooner بعدين had والفاعل والبيبي، وطبعا زي ما احنا قلنا no sooner than و hardly, scarcely, when. After that بتساوي before، يعني معنى كده ان after that بيجي وراها ماضي بسيط وقبلها الماضي التام. بالنسبة ل before بتساوي before that بتساوي after، يعني معنى كده ان قبلهم قبلها الماضي البسيط وبعدها الماضي التام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني معنى كده ان after that و before that بيجوا في نص الجملة وعكس مين؟ عكس القاعدة الأساسية منهم. ناخد بالنا من السنتنس دي ومن كتاب المدرسة. I went to the museum in 2015. In 2010 my parents lived in a small flat in the city center. طبعا هنا إن وسنة ماضية في ماضي بسيط. I first wrote stories and poems when I was at primary school. I first wrote طبعا when I was قلنا بيقابلها ماضي بسيط. When ماضي بسيط ماضي بسيط. When did you start writing? What was the first thing you wrote? My head was always full of ideas. My mother made me a cake. It tasted of lemons. طبعا هنا made me a cake. It tasted طبعا من ايه بتعود على اشارة في الماضي. When I was young, I used to write very quickly. I once used to read the newspaper. طبعا once تعتبر من علامات الماضي البسيط. Now I don't have the time. بالنسبة ل used to, what were you doing when I called you? You sounded very busy. Yesterday evening, we were revising for an English test when all the lights went out. طبعا يستخدم الماضي المستمر للتعبير عن حدث كان مستمر في فترة زمنية في الماضي عندما قطعه حدث آخر. طبعا زي ما احنا قلنا وين ماضي بسيط ماضي مستمر، وعندنا while ماضي مستمر ممكن يبقى ماضي مستمر. While I was finishing one story, I was planning the next one. While she was doing her homework, my sister was listening to music. While ماضي مستمر ماضي مستمر. ممكن as soon as I had finished one story, I started. After Munia had played piano, the piano she helped her sister. After و as soon as ماضي تام ماضي بسيط. I had changed my last novel 6 times before I was happy with it. I had already seen the film before I read the book. I had had my own computer for 3 years before anything went wrong with it. طبعا ناخد بالنا ان عندنا هنا 4 ولكن عندنا before ماضي تام ماضي بسيط يبقى قبلها ماضي تام.
before by the time ماضي بسيط ماضي تام because ماضي تام أو ماضي قبلها ماضي بسيط as soon as we arrived at school the first lesson began ممكن it was dark when we reached the beach because the sun had gone down نيجي عندنا بقى unit 2 بسرعة طبعا هقرأ بسرعة عشان التايم association يعني جمعية break استراحة confident يعني واثق demand يطلب different مختلف discipline اللي هو التهذيب او الانضباط او يهذب كverb honor شرف او importance اهمية important اللي هو الadjective مهم influenced يعني متأثر influential يعني مؤثر intelligent يعني ذكي responsible وبيجي مع حرف الجر for responsible for يعني مسؤول بتساوي in charge of political science يعني العلوم السياسية serious يعني جد أو خطير spoil ناخد بالنا بالفيرب ده كويس جدا يعني يفسد أو يدلل cultural يعني ثقافي face يعني يواجه أو واجه confidence اللي هو ثقة plan يعني يخطط difference اختلاف lawyer يعني طبقة chat يعني دردش lecture يعني محاضرة importance أهمية influence تأثير intelligence يعني ذكاء semicircle يعني شبه دائري جانب circle دائرة ministry اللي هي وزارة silence صمت أو يسكت strict يعني صارم أو حازم findings يعني اكتشافات نيجي للimportant sentences أهم الجمل اللي موجود عندنا من كتاب المدرسة Mr. Yusuf set up an association to hold the children in 1968 Ali's grandfather was a doctor and later worked for the ministry طبعا وزارة الصحة Ministry of Health The teacher told us about the importance of revising before exams importance أهمية The tourists went on a cultural tour يعني جولة ثقافية of Egypt visiting all the ancient sites My history teacher influenced me يعني my decision يعني أثر أو يؤثر على قراري to be become a teacher too. Mona's uncle is an expert on طبعا expert on or in or at science and often lectures at the university lectures يعني يحاضر. Shakespeare's plays have been very influential. Plays يعني مسرحيات هنا مؤثرة. Many طبعا هنا adjective. Many writers have used his stories. The football team are playing. With a lot of confidence, I think they are going to win. طبعا confidence يعني ثقة. ده طبعا اللي هو النوين. Don't lose those forms. They are very important. Important يعني مهم. What's the difference in meaning between where and where? The difference يعني اختلاف. You need a lot of intelligence. Intelligence يعني محتاج ذكاء اللي هو النوين to be good at chess. What shape is a weak old noun semicircle يعني شبه دائري what's the verb which means make someone stop giving their opinions يعني طبعا يسكت اللي هو silence what do you call the practice of making people obey rules and orders اللي هو discipline اللي هو الانضباط طبعا اللي هو الامر اللي بندي به التعليمات او rules القواعد What do you call it when you let a child do whatever they want with the result that they behave badly? طبعا spoil طبعا الأسلوب اللي احنا بنتبعه لما ندلل الطفل اللي هو spoil يفسده. What do you call behavior that's typical of kind or concerned father يعني fatherly يعني أبوي What do you call one of the several or several levels of different materials that are on top of each other طبعا layer يعني حاجة فوق بعضها فبنسميها layer طبقة What do you call someone who is sensible and can be trusted يعني شخص حساس وممكن نصف فيه اللي هو responsible مسؤولية What do you call someone who is quiet and doesn't often love اللي هو serious يعني جد شخص ما بيضحكش فطبعا دوتي or دايما هادي وما بيضحك طبعا serious يعني جد Notlet, what do you call someone who makes sure that people always obey rules and doesn't let people behave badly? Strict, طبعا يعني حازم برضو أو جد. Strict.
بالنسبه للبريزنت بيرفكت هاف اور هاز بلس البي بي، والمجهول منه هاف هاز بين بلس البي بي، طبعا بيعبر عن حدث في الماضي له اثر الان او حدث بدا في الماضي وما زال مستمر، او يعبر عن خبرات في الماضي دون تحديد موقع حدوث. الكلمات اللي ممكن تعبر عنه already yet just since so far recently since for ومدة زمنية، وsince ومدة زمنية طبعا دي since بداية المدة الزمنية، وfor بيجي معاها مدة زمنية مجمعة، او قلنا كده التلخيص for كل ما يبدأ بايه او بينتهي باس بيجي مع مين مع for. whenever up till now never lately recently. الفرق بين have has been و have has gone. have has been to معناها go or went and came back. went and came back يعني ذهب ورجع. اما have has gone معناها went and still there يعني ذهب وما زال موجود في المكان اللي هو راح له. It's 2 weeks since we last met. معروف ان since دي من الروابط اللي بتربط الماضي بالمضارع، ولكن since بيجي وراها الماضي البسيط وقبلها المضارع التام، او قبلها it's مدة زمنية محددة. يبقى since بيجي دايما وراها دايما بتتبع بماضي بسيط لو جه وراها فعل، ولكن قبلها مضارع تام او it's مدة زمنية محددة زي الجملة اللي قدامنا. عادل hasn't contacted me since he left Cairo، طبعا قبلها مضارع تام وبعدين وراها الماضي البسيط، وفي الجملة الاولى قبلها مدة زمنية محددة it's 2 weeks وبعدين الماضي البسيط. have has بي بي سينسي ماضي بسيط، يبقى سينس لو تبعد بفعل فهو ماضي بسيط. This is the most interesting book I have ever read. طبعا ever لها ثلاث مواقع رئيسيين في الجملة. بتيجي في السؤال قبل التصريف الثالث have you ever been to Cairo for example. ever في السؤال قبل التصريف الثالث، او الجملة اللي بتحتوي على اسلوب تفضيل زي الجملة اللي قدامنا، او الجملة اللي بتبدأ ب no one has ever come here. no one has ever come here، او الجملة اللي فيها the first time. this is the first time I have ever visited Paris. this is the first time I have ever visited Paris. يبقى عندنا ever في السؤال قبل التصريف الثالث، في الجملة اللي بتبدأ ب no, no one, no person, no one has ever been here before. أو الجملة اللي فيها أسلوب تفضيل دي الجملة اللي قدامنا this is the most interesting book I have ever read. I have read lost. I have lost my passport. what should I do? Tamer has had a lot of health problems since he started living in that polluted city. My cousin has lived. I have never been to the zoo before. Bilal isn't there. He has gone to the dentist. طبعا ما ينفعش اقول هي هاز بي لانه مش موجود. Many people have grown up reading the books of عبد الوهاب يوسف. تواب يوسف. She has written a book about why the writer became so successful. She has طبعا خبرات. His books have influenced children for many years. I have just finished one. طبعا just. The plane has just. طبعا كلمة just من علامات المضارع التام. بالنسبة لجاست طبعا حدث وقع منذ فترة قصيرة، ونستخدم جاست في المضارع التام. يأتي بعد سنس ماضي بسيط، والجملة الأخرى بتكون مضارع ايه تام قبلها. Nothing like this has ever happened to me. ناخد بالنا ان كلمة سنس بيجي معاها مضارع تام قبلها وبعدين الماضي البسيط، ولو جت في بداية الجملة فبيجي وراها الماضي البسيط وبعدين الجملة التانية بتبقى مضارع ايه تام. وناخد بالنا ان كلمة سنس لها معنى تاني وهي بتعادل كلمة because. I didn't see him since he was ill. يعني ما قابلتوش because لانه كان مريض. يبقى عندنا سنس لاما مضارع تام وقبلها وبعدين الماضي البسيط، ولو هي معناها بيقص فلا يشترط زمن لجملتها. Nothing like this has ever happened to me. طبعا nothing اي قلنا جملة بتبدأ بنو. no one no nothing اي حاجة فيها no فبتبدأ فبيجي مع ever. يبقى ever لها اربع مواقع في الجملة. السؤال قبل التصريف الثالث have you ever been، الجملة اللي بتبدأ بنو، الجملة اللي فيها كلمة first this is the first او this is the last time I have ever been here، والجملة اللي فيها اسلوب التفضيل.
I haven't met my best friend yet. yet بتيجي في نهاية الجملة المنفية وفي نهاية السؤال. طب في برضو عندنا already بتيجي في نهاية السؤال ولكن لتأكيد حدوث الفعل. For example, I have done. Have you done your homework? Wonderful. For example, فهنا أنا مش بسأل ولكن أنا بأكد إن الفعل اتعمل. يبقى عندنا يت بتيجي في نهاية السؤال والجملة المنفية، وممكن تيجي already برضو في نهاية الجملة المثبتة وفي نهاية السؤال ولكن لتأكيد حدوث الفعل، وطبعا بيدل على تعبير معين. نيجي بقى عندنا اليونت 3. Repeat after me. Available يعني متاح. Reduce يخفض أو يقلل. Type يعني يكتب على لوحة المفاتيح. E-book reader يعني قارئ للكتاب. Replace يعني يحل محل. Book يحجز. Leaves يترك أو ممكن معناه أوراق الشجر. Encyclopedia موسوعة. Trade يعني تاجر. Paperback كتاب ورقي الغلاف. Enthusiastic about يعني متحمس. ده البيرسون. في عندنا enthusiast for لكن enthusiastic about. Remove يزيل. Gadget اللي هي آلة. Button يعني زر. Download يحمل من على الانترنت، عكسها upload يعني يرفع ملفات. Availability يعني إتاحة أو توفر. Bleach يعني يبيض. Comparable يعني مشابه. Compare يقارن. Enthusiasm يعني حماس. Mixture خليط. Press يضغط. Reduction اللي هو تقليل أو اختزال. Reduction. Replacement يعني استبدال. Roller اسطوانة. Sock يعني ينقى. Sock in بجمع حرف الجر in. Unavailable يعني غير متاح. Enthusiastic يعني اللي هو الشخص المتحمس. في عندنا enthusiastic وفي عندنا enthusiasm اللي هو التحماس. طيب my mother has a special gadget for cutting، طبعا آلة مطبخ. gadget. Ali is really enthusiastic about يعني متحمس لي. his university course. I'm going to download some information يعني هينزل من على from the internet. يبقى download from and upload to. The television isn't on. Can you press the button؟ طبعا التلفزيون مش شغال، ممكن تضغط على الزر. This novel isn't available as an ebook yet but you will be able to get it next year. The best thing about an e-book reader is that you can carry a whole library. طبعا e-book reader يعني قارئ كتاب إلكتروني. My father is a football enthusiast. Enthusiast يعني متحمس أو متحمس رياضي. He plays and watches it on TV. Her brother hasn't shown any enthusiasm for. Enthusiasm قلنا بيجي معاه for، أما enthusiastic about. إنما the person enthusiast. That play is very popular. You had better check. Had better بيجي مع الانفينيتيف. The availability of tickets. I wanted to complain to the manager of the shop but he was unavailable. My first computer didn't work so they sent me a replacement يعني بديل. The air is cleaner now because there has been a reduction in the use of cars. Reduction يعني تخفيض أو تقليل. My exam results were comparable to my brother's يعني مقارنة أو عمل مقارنة مع أو قابل بالمقارنة. They were almost the same. After the storm, workmen removed يعني هنا يزيل a lot of sand from the roads. The story is an interesting mixture يعني خليط أو مزج of fact and fiction من الحقيقة والخيال. You can bleach يعني يبيض white shirts to keep them looking clean. There has always been a lot of trade يعني تجارة between Egypt and Europe. The noun is mixture. The verb mix. The verb breeze. The noun bridger. The verb trade طبعا trader اللي هو التاجر. The person اللي هو trader. The noun is ruler. What's the verb rule? The verb bleach طبعا الadjective bleached يعني مبيض. The verb remove طبعا النوع removal. نيجي للfuture، طبعا عندنا بنعبر بالمستقبل بأكتر من صيغة.
نعبر عن حقائق مستقبلية طبعا will plus infinitive لا أكثر من استخدام facts يعني حقائق prediction without evidence يعني تنبؤ بدون دليل quick decisions يعني قرارات سريعة offer العرض request الطلب وعد promise threat التهديد warning التحذير وتستخدم برضو مع مجموعة من الأفعال والتعبيرات I think I believe I hope I expect I am afraid I promise I predict I suppose I am sure, probably, possibly, certainly, perhaps. كل دي بيجي معهم will plus infinitive. أما am is are going to plus infinitive بتعبر عن intentions يعني نية, plans التخطيط, decisions يعني قرار أو قرارات ولكن بتعبر عن predictions with evidence يعني تنبؤ مصاحب بدليل والدليل اللي أنا بتكلم عنه لابد أن يكون مرئي أو مسموع يعني إيه مرئي يعني حاجة أنا شايفها بعينية أو مسموعة بالأذن يعني for example I'm revising because I am going to have a test next week أنا براجع لأن عندي طبعا ده دليل أنا حاجة ملموسة في الواقع أو يوجد في المضارع ما يدل على حدوث الفعل فين في المستقبل في عندنا المضارع المستمر برضو بيعبر عن الarrangements يعني الترتيبات المستقبلية في عندنا is are plus verb plus ing وفي عندنا المضارع البسيط بيعبر عن الفيكسد ديتس يعني المواعيد الثابته للقطارات والطائرات في المستقبل for example the train leaves at 6 o'clock tomorrow the plane takes off at 9 o'clock tomorrow or next week وطبعا دي المواعيد الثابته للقطارات والطائرات ودور السينما طبعا دي مضارع بسيط نيجي عندنا المستقبل المستمر اللي هو will or may be plus verb plus ing اللي بيدل عليه امتى اعرف ان ده ماضي مستقبل مستمر لما يكون عندنا in the المدة الزمنية في المستقبل او between مدة نقطتين في المستقبل او كلمة تمر ومعها مدة زمنية اما بالنسبة للمستقبل التام اللي هو will have plus be will have plus be والباسيف منه will have been plus be اللي بيعرفني الكلمات الدالة على المستقبل التام أشهرها باي ومدة زمنية في المستقبل وبعدين بيفور وباي ذين وباي ذا تايم وتل أنتل في المستقبل بس يكون معاهم مضارع Expert think that Cairo will grow by more than half a million people next year. We are having a family party on Saturday. المضارع المستمر بيعبر عن ترتيبات مستقبلية وجميع المناسبات الاجتماعية بتبقى مضارع مستمر. زي جملة number two. We are having a family party on Saturday. طبعا دي مش هعمل مثلا حفلة إلا ما اعمل فيه ترتيبات في استعدادات هتتعمل. Would you like to come? Our last lesson finishes at 2 o'clock this afternoon. طبعا دي مواعيد ثابتة. There are a lot of people in the room. It's going to be difficult to find a chair. طبعا ده دليل مرئي. في ناس موجودة فده دليل. Look, there is a sandstorm. طبعا look هنا يبقى دليل مرئي طبعا. I will close the window. طبعا look, there is a sandstorm. طبعا ده قرار سريع. Sorry, look, there is a sandstorm. ده قرار سريع. I will close. For example, it's hot. I will open the window فطبعا ده قرار سريع I haven't seen my cousin in England for 5 years I am sure she will have grown a lot لابد ان هي كبرت طبعا بقولنا هلو ناخد بالنا من الجمل دي Hello Ali I am going to the airport in a minute I'm flying to Paris طبعا الجمل دي I am going يعني انا هروح to the airport طبعا دي مضارع مستمر لان في ترتيبات later this morning my plane leaves at 10 o'clock perhaps we can meet when I back are you doing anything next Saturday نية أو تخطيط طبعا الأولى نية اللي هي going I am going استعداد وتجهيز حدث مرتبط بجدول مضارع مستمر hi my family are taking me Today for passing my exams, I'm going to apply to study medicine at Seoul University because when I finish my course, I'll probably work in a hospital. طبعا لو جينا استعداد الأولى والتانية بتعبر عن نية we probably بيجي معاها will. This autumn, my friend,
is walking a long way for charity. In October, he will be walking along the Nile. When he finishes in November, he thinks he will have walked 400 kilometers. نيجي عندنا في revision collections يعني مجموعات established مؤسس influential يعني مؤثر enthusiastic access يعني دخول keyword relevant يعني ذو صلة relevant update يحدث بيبليوتيكا طبعا مكتبة trust archaeologist اللي هو عالم آثار available متاح importance أهمية online appear inaccurate يعني غير دقيق ميديا الإعلام search engine return يعود reliable موثوق فيه collect يجمع behind every success خلف كل نجاح my brother Karim is going to study law at Cairo University next year his course starts in September طبعا موعد سبتة will live in the country so my brother is going to stay with an uncle who lives near the university. He has already prepared his room. My parents are driving or going to drive Karim. طبعا هنا في arrangements أو نية to my uncle's house. I want to be able to go because I will be doing school work. طبعا هنا عندما يمنعك شيء من القيام بشيء آخر ممكن استخدم المضارع المستمر أو المستقبل المستمر اللي هي I won't be able or I can't go with you because I am doing my homework or I will be doing my homework يعني لما يكون حاجة بتمنعك من الحاجة أو من شيء تاني فطبعا بنستخدم لإما مضارع مستمر أو مستقبل مستمر I think that I will visit him in January I'm sure that he will enjoy this time in Cairo by the time Karim is 30 I think that he will have become a successful lawyer. يجي عندنا 4 appreciate in charge of بتسوي قلنا responsible for argue بيجي معاه 4 argue for award carry this direct direct يعني يوجه director مدير او مخرج license يعني رخصة nursing تمريض over the moon طبعا ده بالتعبير بيعبر عن السعادة over the moon respected محترم soloist عازف منفرد suitability يعني ملائم suitable يعني مناسب appreciative مقدر terrific terrific يعني رائع respectful محترم للآخرين أو متسم بالإحترام positive يعني إيجابي solo منفرد respectable يعني محترم appreciatively يعني بتقدير impress يعني إعجاب impressive جذاب looking forward to يتطلع إلى rule دور positively بشكل إيجابي governed يحكم government اللي هي الحكومة my older brother has been awarded a math prize from Cairo University. Awarded يعني منحة. Exercise can have a positive effect on your health and fitness. إيجابي. Nurses have an important role in looking after patients in a hospital. Role يعني دور. My parents always appreciate it when I work hard at school. بيقدر. This new hospital was built with money from the government يعني من الحكومة. Mrs. Nagwa is a respected teacher. Respected بتيجي مع person. Respected teacher at school. Her students usually do very well in their exams. The people that I help at the charity are always very appreciative of my work. Young children are usually very respectful towards يعني محترم أو يظهر احترام للآخرين respectful towards their teacher respectful بيظهر احترام للآخر لكن respected person يعني شخص محترم أو عمل محترم. They are well behaved children who come from a respectable family يعني ايه ياتي او يحترم او من اسرة محترمة. How long have the king governed يعني يحكم this country it was
A great football match both teams played very positively. The award اللي هي المنحة for winning the swimming race is a gold cup. جائزة أو رسم اللي هي جائزة رسمية award. The whole class clapped appreciatively at the end of the interesting speech they had learned a lot. A 14-year-old Japanese boy has become the youngest person to complete a solo voyage across the Pacific Ocean اللي هو المحيط الهادي. Before you can fly alone, you need to have a pilot's license يعني رخصة. My father spent all his career working in a bank يعني بيعمل في مهنة في البنك. Career يعني الحياة المهنية. Some films aren't suitable for young children يعني غير مناسب. That film was made by a famous director اللي هو المخرج. My uncle is in charge of the science department in a secondary school. The nursing staff اللي هي هيئة التمريض. Your grades are impressive يعني جذاب. The job is nursing. What's the name of the person طبعا ممرضة اللي هي nurse. The adjective is impressive. What's the verb impress. The noun is director. What's the verb طبعا اللي هو direct يوجه. The adjective is suitable. What's the noun is suitability. The adjective is solo. What's the name of the person solo يست اللي هو الشخص أو العازف المنفرد. The noun is license. The verb طبعا license بالS. The noun is practice. طبعا الverb practice بالS. Advise in noun. طبعا الverb advise بالS. We have got a school trip to the museum next week. I am really looking forward to it. يتطلع إلى. I came first in the English exam last week. I am over the moon. طبعا سعيد جدا. Over the moon. طبعا ده تعبير بيدل على السعادة. I have started playing tennis at the sports club. I am really enthusiastic about it. طبعا enthusiast اللي هو البيرسون. Enthusiasm اللي هو for يعني متحمس لي. We are going to start a book club at school. I cannot wait. يعني لا أطيق الانتظار. Do you like this picture? I drew it myself. Hey, that's terrific. Terrific يعني رائع. بالنسبة لي عندنا الجرامر الريلاتيف كلوزس اللي هو ذات طبعا للعاقل بتحل محل فاعل او مفعول يعني ممكن يجي وراها لو حلت محل فاعل فبيجي وراها الفعل ولو حلت محل مفعول فبيجي وراها الفاعل والفعل. which او ذات بتحل برضو محل فاعل او مفعول غير عاقل ممكن يجي وراها فعل اذا حلت هي محل فاعل فبيجي وراها فعل واذا حلت محل مفعول فبيجي وراها فاعل ثم فعل. where بيجي وراها فاعل فعل وين فاعل فعل بس وين للمكان وين للزمان. طبعا معروف ان where لا تسبق بحرف جر وwhen ايضا لا تسبق بحرف جر. لا where او when لا تسبق بحرف جر ولا تتبع بفعل. بالنسبة لهوز بتحل محل ضمائر الملكية او الاسم المنتهي بابوستروف اس. وناخد بالنا ان في مجموعة من الافعال بتيجي تاخد شكل الناون الاسم زي الفعل play او name او work. طبعا دي افعال واسماء for example ولكن نركز ان الفعل بتاع الجملة موجود معنا. هوم بتحل محل فاعل عاقل بتحل محل مفعول عاقل وممكن يجي مع حرف الجر. لاحظ ان هو وذات لا تسبق بحرف جر ولكن هو وويتش تسبق بحروف جر. عندنا وات بتساوي في المعنى ذا ثينج ذات او ويتش وتسبق بفعل او ضمير وليس اسم. تسبق بفعل for example what do you know what I say do you know do you understand what I say. فطبعا هنا تسبق فعل او what I say is it what you say isn't understood يعني انت قلته مش مفهوم. فطبعا هنا ممكن تسبق يجي وراها او يجي قبلها فعل او تيجي في بداية الجملة. مستر خالد هو ليفز طبعا هو ليفز نكست ليه قلنا هو هنا وما قلناش ذات لان ذات ما تجيش في الجملة اللي فيها تو كومز يعني طبعا معقدة. هذه الجملة لابد ان توضع بين فاصلتين ونستخدم فيها هو فقط. يبقى ذات في حالات ما بنستخدمهاش اذا كانت في جملة اللي هي الجملة التي لا تعطي معنى او بتضيف معنى اضافي فطبعا في الجملة دي بتعرف بتو كومز فطبعا ما بنستخدمش فيها ذات.
The man who or that lives next door is polite. طبعا نفس الجملة ولكن ما فيش كومس، فالاتنين عندنا صح. هذه الجملة اللي نضعها بين ايه الفاصلتين، حالات حذف ضمير الوصل. يحذف ضمير الوصل في اول حالة، اول حالة من حذف ضمير الوصل اذا حل محل مفعول، فلو حل محل مفعول يحذف ولا يؤثر على معنى الجملة. For example this is the boy who I told you. This is the boy I told you على طول من غير ما اقول هو او هوم في الجملة، لان اذا حل ضمير الوصل محل فاعل عاقل محل مفعول، إذا حل محل مفعول فيحذف ولا يؤثر على معنى الجمل. ويحذف في حالة تانية إذا جه وراه verb to be، فيحذف verb to be وبنربط بالفعل اللي فيه ing في حالة المبني للمعلوم. أما في حالة المبني للمجهول بنربط بالتصريف التالي زي المثال اللي عندنا، يبقى ضمير وصل فعل معلوم بنربط بالverb اللي فيه ing. عندنا عدد وترتيب وضمير وصل، بنقول عدد وتو بلس انفينيتيف. ضمير وصل فاعل فعل وفاعل فعل على طول، لان هنا حل محل ايه مفعول، فطبعا بيحذف ضمير الوصل ما بيأثرش على معنى الجمله. في عندنا ضمير وصل وعندنا بي وعندنا بي والتصريف الثالث، بيحذف ضمير بيحذف فيرب تو بي وبنربط بالتصريف الثالث. ضمير وصل بي وفي حرف جر بنربط، بيحذف ضمير الوصل وفيرب تو بي وبنربط بحرف الجر مباشرة. في عندنا ضمير وصل وبي وصفة واسم وبنربط بالصفة والاسم وبيحذف ضمير الوصل مع فيرب تو بي. تعال نشوف أمثلة عليهم وناخد بالنا من حروف الجر كويس جدا كويس جدا اللي بتيجي مع which، ناخد بالنا منها في الامتحان. دكتور عيشة عبد الرحمن هو از نون، هي از نون طبعا هو از طبعا هنا حلت محل فاعل عاقل. هير ورك which توك اب، توك اب يعني استغرقت، وطبعا which هنا حلت محل مفعول حلت محل مين محل فاعل غير عاقل. عيش دكتور عيشة يوز تو جو وذ هيم تو ميتينجز، طبعا ميتينجز بيجي مع حرف الجر ات. لو جينا عشان نرجع او نعرف حرف الجر لابد ان احنا نرجع الجمله لاصلها بحذف ضمير الوصل. فلو جيت مثلا نرجعها اول، دكتور عيشه يوز تو جو وذ هيم تو ميتينجز، شي ليرند تو ريد اند رايت ات ميتينجز ات ميتينج. عشان كده حذفنا ضمير او الكلمه المعاده وحطينا مكانها which. يبقى عندنا ميتينج ات. دكتور عيشة wrote many books and articles in، يبقى سواء كلمة books أو articles بيجي معاها حرف الجر، يعني عشان كده نقول in which she argued for a more positive rule for women. ناخد بالنا من الجمل دي كويس جدا في الامتحان، وطبعا من كتاب المدرسة. I have just read a newspaper article in which، يبقى قلنا سواء الارتكل أو البوك بيجي معاها in. Lord of the Flies is a story in، طبعا story أو book طبعا بيجي معاها in which. She asked me where I had been to which I replied، لأن الفعل أصلا I replied to her يعني رديت عليها، أو to it يعني رديت على سؤالها، فطبعا هنا reply to عشان كده خدنا حرف الجر إيه reply، يبقى to which، يبقى to which هنا لأن إيه جاي أو يعود على الفعل. Tomorrow I'm going to a meeting at، يبقى قلنا a meeting بيجي معاها at. They said something very cruel for which for which I think they should apologize، لأن الverb نفسه apologize for. She went to Cairo University where she studied Arabic language and literature، يبقى هنا will لأن أنا بتكلم عن Cairo University دي مكان. My sister went to London University where she studied history، طبعا بتكلم عن London University. Alexandria which is Egypt's second biggest city، من غير ما اعرف حتى من غير ما اقرا ولا اعرف معنى الجمله، مجرد ما شفت فعل يبقى انا اختار وش، لان عندنا قاعده بتقول لنا ان وير لا تسبق بحرف جر ولا تتبع بفعل. وير لا تسبق سواء وير او وين لا تسبق بحروف جر ولا تتبع بافعال. انا عندي وعين مغمضه هنا عندي الفعل از، مجرد ما شفت از يبقى انا اختار which من غير ما اعرف معنى الجمله. عادل از ماي فريند هوز brother won the poetry، طبعا هنا whose هنا بتدل على ان ما بعدها يخص ما قبلها، يعني الحاجه ده brother ده هو مين اللي هو اخو صديقه. عادل is my friend whose brother. Have you seen، طبعا هنا seen the verb يبقى what ما نقولش which، لان عندنا قلنا what بيجي قبلها فعل، طبعا قلنا what بتساوي the thing that.
He made a mad mistake for which he had to apologize. قلنا apologize for و reply to yesterday و insist on yesterday my brother and I played a long game of tennis which made me very tired. Which the nurse who must look after young children who must look طبعا لان انا بتكلم هنا عن ايه عن عقل وطبعا هوز ما يجيش وراها فعل the person who does must طبعا who does لان بتكلم عن شخص عاقل 1837 was the year when لان هنا بتكلم عن ايه عن سنه طبعا when بنيجي بقى اليونت 5 كويكلي كده بسرعه يبقى عشان يبقى راجعنا الخمس وحدات الاولانيين break the rules يعني يخالف القواعد break the law يعني يخالف القانون break a record يعني يحطم الرقم القياسي moving يعني متحرك او مؤثر او مثير للحزن للحزن publisher قلنا اللي هو الناشر سواء person شخص او place مكان ease يعني يخفف in vain يعني بلا فائدة assure يعني متجه go or went to assure يعني متجه للشاطئ along يعني على امتداد ده حرف جر في عندنا a وبعدين long طبعا في مسافة بين ال a وال long فطبعا دي اللي هي طبعا طويل a long way يعني طريق طويل ولكن a long مباشرة دي proposition حرف جر a walk مستيقظ robin اللي هو طائر ابو الحناء follow يعني زميل او تابع بالe raw يعني خام او ني fainting يعني اغماء break my heart يعني حطم قلبي يحزنني break a promise يعني كسر وعد او خلف وعد challenging اللي هو التحدي life على قيد الحياة هيك اللي هو وجع أو ألم faint يغمى عليه asleep يعني نائم ahead يعني أمام life على قيد الحياة مؤلم يعني aching angle warm angle يعني دودة الأرض إنما لو قلت angle A-N-G-E-L اللي هو الملاك angle بال-E-L اللي هو الملاك halves يعني أنصاف جاء من half يعني نصف cool pain يعني يخفف الألم break the ice يعني يكسر حدة الجمود نيجي للإكسبريشنز أو السنتينزز My cousin wrote a novel but hasn't found a publisher yet يعني ناشر The film about the war was very moving يعني مثير للحزن أو للأشجان A lot of people cried at the end يعني مثير للمشاعر Although the plane crashed Riskers were pleased to find that all the passengers were alive يعني على قيد الحياة alive the walk across the mountains was beautiful but very challenging يعني صعب أو قابل للتحدي. I knew that Ahmed wouldn't be late because he never breaks a promise يعني يخلف وعده. If you drive too fast you will break the rule يعني تحطم أو يخلف القانون. The police might fine you يعني يغرمك. If you drive too fast you will break the law يخالف القانون. It broke Amir's heart يعني كسر قلبه when he أو يحزنه when her best friend moved to Dubai. The football team didn't lose for 15 matches and broke a record حطم الرقم القياسي. I ran 10 kilometers yesterday and now my legs ached يعني بتؤلمني. Muna has a bad headache but this medicine should ease the pain يخفف الألم. We walked up to the castle in vain طبعا بلا جدوى it was closed in winter we often see robins اللي هو طيور الحناء in the trees in the park Hassan's tooth hurt all night and he went to the dentist because the aching اللي هو الألم didn't stop today it was very hot and busy in the market today and one tourist fainted يعني فيفقد الوعي We ran to the station but it was in vain the train had already left. It hurt when I hit my head on the shelf but the pain soon eased يعني يخفف الألم. The tourists left the boat and went ashore يعني يتجه إلى الشاطئ. My father drove the car slowly because we saw there was a sandstorm ahead. Ahead يعني أمامنا. Some of the fish in the market are still alive يعني على قيد الحياة. It's late but the children still awoke يعني ما زال مستيقظ طبعا دي ناون.
To get to the bank, walk along this road. يعني يمشي متجه أو على طول. Don't make too much noise. The baby is asleep. يعني نائم. It was so hot inside the room that I thought I was going to faint. يعني يغمى عليه. نيجي للجرامر ونركز فيه كويس جدا، اللي هو distributive، اللي هو الموزعات. طبعا distributive في عندنا all و half، all of بيجي وراه اسم جمع واسم لا يعد، half of برضو بيجي وراه اسم جمع واسم لا يعد. ولاحظ استخدام half بدون of مع الكلمات اللي هي القياس، half a kilo، half a meter، half an hour، بيجي معاها half من غير of. each بيجي وراه اسم مفرد، each of بيجي وراه اسم جمع، every بيجي وراه اسم مفرد، either بيجي وراه اسم مفرد، neither بيجي وراه اسم مفرد، either of دايما of بيجي وراه جمع، either of اسم جمع، neither of اسم جمع. Poems usually have three or more verses، يعني طبعا أبيات شعرية، and in every verse there are words that rhyme، يعني بتعمل قافية مع بعض. تشير every إلى الجمع وليس المثنى، ويأتي بعدها مباشرة اسم مفرد. طبعا every اسم مفرد. every verse. We want every visitor. We want every visitor to our hotels to leave with a smile on their face. Tariq loves tennis and watches every match on television. They may have either no words that rhyme or words that partly rhyme. طبعا نيض الاختيار بين اثنين، ويمكن ان تأتي مع كلمات منفية على العكس من neither. When she was a child she was good at both writing and playing. طبعا حاجتين يبقى both. My sister bought two new skirts and both of them are long and green. تشير الى المثنى، يمكن ان ياتي بعدها and، والفعل بعدها دائما جمع، يبقى دائما both بيجي معاه اسم جمع، ممكن تتبع ب both of. She spent nearly all her life at home. بمعنى طوال حياته، فترة زمنية مفردة all. She spent about half of her time writing poems. Half of her time. طبعا نص اسم لا يعد أو جمع. She preferred to write long letters to each friend instead. Each بجورة مفرد. Each friend. ما ينفعش أقول all friend، أنا بتكلم عن يعني شخص. تشير إلى اثنين أو أكثر ويأتي بعدها اسم مفرد، لكن لو قلت all friends، لو قلت or قلت all friends، لكن دي بيجي وراها اسم الاسم إيه مفرد. Two men wanted to marry her but she accepted neither of their offers. يبقى للنفي بنستخدم neither، ولكن جملتها بتيجي مثبتة، يبقى هي neither. neither بتدل على النفي بس دايما جملتها ايه مثبت، لان معناها لا، فطبعا ما ينفعش نفي مع نفي. I don't like either of the shirts. I don't like either، ما ينفعش اقول neither. neither بتيجي في الجمله المثبته وبتعطي معنى النفي، اما either لان either لان الجمله منفيه فلا يجوز ان نختار neither، لانه لا ياتي نفي مع نفي في جمله واحده. neither hotel. طبعا neither بيجي وراه اسم مفرد و either اسم مفرد، ولكن neither of و either of بيجي وراهم اسم جمع. ياتي بعد neither مباشرة اسم مفرد، ولكن all ياتي بعدها كمية او اسم جمع. We looked at two hotels on the internet and either of them would be great for a holiday. I need to be good at speaking and writing English to get the job. Both ممكن أقول at both speaking and writing، لأن أنا بتكلم عن حاجتين. ما ينفعش أقول all engineer، لأن all engineers all بيجي وراها جمع، ولكن أو اسم غير معدود، ولكن لو أنا قلنا each engineer أو every engineer in the factory، لأن طبعا every إلى اتنين أو أكتر، و each إلى أكثر من اتنين. All each our staff members are trained to make sure that you have a perfect holiday.
طبعا ما ينفعش هنا اقول اتش هنا لان هنا ميمبرز جمع، يبقى all members تاتي all قبل الاسم الجمع. each the students طبعا ما ينفعش اقول all each the students، اقول each of the students. each بيجي وراه اسم مفرد، ولكن لو عايز اجمع اقول each of the students. each of the five tourists from the north of Europe طبعا each of بيجي وراها جمع. all the students طبعا all بيجي وراها برضو جمع. the cake وهكذا نقرأ بقية السنتنسز. وطبعا قلنا اتفقنا ان نايزر بتيجي في الجملة المثبتة ولكن بتعطي معنى النفي. ومن هنا وصلنا لنهاية يونت 70 يونت 5. أتمنى التوفيق للجميع. زي ما احنا شايفين الجمل قدامنا ممكن نراجعها، أيزر بيجي معاها أور، نايزر بيجي معاها نور، بوست بتيجي بتدل على شيئين أو حاجتين. طبعا نقرأ القاعدة الأساسية ليهم. أتمنى التوفيق للجميع وإن شاء الله انتظروا الحلقة القادمة هنعمل فيها quickly revision for the next 5 units، يعني مراجعة سريعة على الخمس وحدات سواء الwords أو الgrammar أو sentences الجمل الهامة في هذه units. وأتمنى للجميع التوفيق والسلام عليكم ورحمة